ها علاش سائق الشاحنات كيخليونا نفتخروا بالمغربي ديالنا وبتصرف بسيط كيديروه كيخليك تحترمهم. سلام الله عليكم، كيف حالكم احبابي؟ شحال من واحد كيشد الطريق بزاف وكاين كاع اللي الطبيعه ديال المهنه ديالو كتطلب منه انه يسافر بزاف، ومن خلال انك دائما في الطريق واش عمرك لاحظتي واحد التصرف كيديروه ولا كيديروا السائق المهني ديال الشاحنات، خصوصا اللي كيسوقوا الرمايك يعني لي فيكل لو طوال شويه؟ باعتبار الشاحنات من العربات البطيئه في بعض الاحيان، خصوصا الى الشاحنه محمله ولا مشارجيه، فهذا كيخلي الرموك يتمشى بشويه يعني بشكل بطيء جدا، وفي هذه الحاله الرموك كيشد الحديد اللي موراه، خصوصا الحديد الصغير اللي كيقدر يمشي سرع منه. وهنا سائق الشاحنه المغربي بطبيعه الحال كتكون عنده رؤيه واضحه ديال القدام عكس اللي جايين من موراه، فهنا الا شافك سائق الشاحنه ناوي الدوبلو الا كانت الطريق عامره كيعطيك السينيال ديال اليسر، وهذا كيعني ان التجاوز غير امن وغيبقى في بلاصتك. يعني هنا سائق الشاحنه كيدير حركه بسيطه اللي هي السينيال، ولكن بهذه الحركه البسيطه راه يقدر ينقذ العربه اللي موراه من حادث سير لا قدر الله. اذا هنا حتى بدورنا خصنا نحترموا الاشارات ديالو وما نتعندوش معاه، لانه ما عطاكش السينيال ديال اليسر الا وانه شاف الطريق عامر ولا خطر عليك انك تجاوزو. هذا في حالات الا عطاك السينيال ديال اليسر. في بعض الاحيان فاش كيشوفك ثاني ناوي الدوبلو من المرايه ديالو، إلا كانت الطريق عامرة كيعطيك السينيال ديال اليسر، حتى كدوز ديك العربة اللي معمراه سائق الشاحنة كيبدل السينيال ديال اليسر بديال اليمن، وهذا كيعني أنه قال لك الطريق آمن يمكن لك تجاوز. أش كيعني هذا؟ هذا كيعني النضج ديال الناس اللي كيديروا هكا، النضج ديال السائق المهني اللي كيدير هكا، حيت كيعاونوا وكيسهلوا على مستعملي الطريق عمليه التجاوز. وهنا كنقول للسائق المهنيين ديال الشاحنات تحياتي لكم على حسن الاخلاق ديالكم على الطريق. وهنا غنسولكم انتم احبابي الذين تشاهدون هذا الفيديو، شنا هي الحاجه اللي شفتوها في الطريق وعجباتكم والعكس صحيح ايضا؟ اكتبوا الاراء ديالكم في التعليق. وهنا سلام الحسناوي كيقول لكم تحياتي.